الحاجات دي حاجه حلوه وحاجه ايه مش حلوه. لا مش هنقول وحشه بقى، حاجه حلوه وحاجه مش حلوه. اللي هي الفريق اللي عليه الدور، مثلا انا واحمد فريق وجنى وطوطه فريق، تمام. انا مثلا هختار الاول، يبقى جنى وطوطه اللي هياخدوا الحاجات وانا هختار اللي هيطلع لي انا اللي هاخده، والحاجه الثانيه هم اللي هياخدوا. ماشي. فاهم دلوقتي من ايه؟ من البرنامج. هنعمل حاجه ورقه مقص ونشوف مين اللي هيبدا الاول. انا كبيره يبقى انا واحمد اللي هيبدا الاول. ماشي. ماشي. انا احمد فريق وجنى وطوطه فريق. يلا نبدا. يلا نبدا. يلا خلونا معانا نبدا اول جوله، خليكم معانا. الدايره بقى خلاص انا عشان احنا ما بصناش. يلا ايوه كده بس ما تبصيش. ها تعالى يا احمد ما تبصوش. بسم الله.
طيب احمد ايش اختار اخترت تاش متعيش اختاري انت المرات لا اختاري جاي خايف من سؤال اختيارك بسم الله احنا كده في نصف واو ايه ما عنديش انا اخترتك اخترت خلاص ايوه اخترت خلاص ايه بقى انتوا لا هو احسن كروزة انا اكلت انا جماعة واحدة انا بتاعة واحدة وتركزة بصوا يا جماعة احنا بصوا مبسوط يا عم وانا ماشي يا جبس ما اللي بيطلع له حاجه اللي بيطلع له حاجه لازم يبقى ضدنا ايوه وما احنا ما تكلمش انا شيبسي انا شيبسي اخيرا اخيرا تعملوا حاجه حلوه خدوا انا عارف اعمله يا حلوه انتوا اهي لا ذوقي 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 يا طول لا مش عايزه اسيبه ايه حبيبنا في الطاعة اول حاجة دق دق خلاص احنا اللي علينا الدور خد مش كلاجن بس خلي عندكم ضمير وذمة ماشي خلي عندكم ذمة روحي من غش يا تعالي يا حمزة تعالي احنا كسبنا في قرار بص لهم بقى شوفوا ايه ما تجيش يا بنت ما تجيش على فكرة اوعى اجمل من كده اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لنا لايك مع السلامه باي